فولا جا ساعه ولا ساعتين. الحاجه اللي ما نعرفش اذا كان انت تنجم تاكدها ولا لا، خاطر حسب ما نعرف انت ماكش عضو مكتب مجلس، هذول زميلتك زينب براهمي هي وسيده الصغير. هل انه في الاجتماع نتاع غدوه سيتم طرح زوز لوائح؟ اي يعني لائحه صاحب الثقه من رئيس الحكومه. عندك الجدول الاعمال؟ عندنا البروغرام، يعني البروغرام بطبيعه الحال نحن عندنا الاستاذه زينب والاستاذ اسامه صغير وككتله يحلوا كل وثائق على رئيس الكتله، ورئيس الكتله يحلهم لنا. دونك عندنا البروغرام الكل نتاع مكتب نتاع المكتب المجلس. البروغرام هذا فيه سحب الثقه من السيد رئيس البرلمان، وفيه مجموعه من القوانين حالات، وفيه دونك نظر في سحب الثقه من السيد رئيس الحكومه. بطبيعه الحال لازمنا نكملوا نحن نحلوا ملفات وخليوها هكاكا معنا نحن لائحه نتاع سحب الثقه في النقطة هذه. هيت نكملوا صعب بالنسبة لسحب الثقة من رئيس البرلمان. نعم. غدوة باش يتم النظر وتحديد موعد. نذكروا القانون يقول في غضون ثلاثة أسابيع منذ إيداع اللائحة، لائحة اللوم. تتخيلوا أنه باش يصير هذا قبل العطلة البرلمانية؟ لا، إذا تحالت دونك إذا تحالت لائحة سحب الثقة هي ما تتحال إلا ما يقع النظر فيها في قال